أكيد مشاهدينا رح نبقى بأجواء طبعا الإجراءات الوقائية ونحكي معلومات هلأ طبية أكثر، وخاصة عند الأشخاص اللي عم يعانوا من ضعف المناعة واللي عندهم أمراض مزمنة مثل مرضى السكري، لنعرف أكثر شو هي التوصيات الطبية لرفع المناعة أو الحفاظ نوعا ما على صحتهم والوقاية من كورونا. معنا الدكتورة تغريد حمود أخصائية بالغدد الصم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا وسهلا، فيك دكتورة. كيفكم؟ صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا، يسعد لنا الصباح دكتورة. يعني دائما بنقول أخطر حدا مرضى السكري، أخطر ناس مرضى السكري، لازم يحموا حالهم، ما حدا يقرب عليهم، ما ينعدوا بفيروس كورونا لأنه كارثة. طب ليش؟ هلا مزبوط هذا الحكي، هو يعني بنقال بشكل عام، بس الحقيقة إذا بدنا نجي ما في ولا دراسة بتقول إنه مريض السكري هو أكثر بيتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لا مو مزبوط الحكي. الحقيقة بس إنه هن هدول المرضى إذا تعرضوا للإصابة بسبب وضعهم الصحي والحالة الفيزيولوجية المرضية تبع جسمهم بتكون اختلاطات المرض أكثر سوء عندهم. بس اختلاطات المرض طبعاً. او المناعه؟ لا اختلاطات المرض، يعني انه هن يطور المرض حاله بشكل سيء عندهم، بتكون هن الشريحه اللي اكثر انه ممكن يكون المرض انه سيء عندهم اذا ما انتبهنا واذا ما عالجناهم بشكل جيد واذا ما يعني اخذوا الرعايه الصحيه اللازمه لهم والعلاج المناسب. تمام، اما ما في دراسه بتقول عالميه انه مرضى السكري هن مرضى اكثر تعرض للاصابه بفيروس كورونا، نسبه اصابتهم مثل نسبه اصابه السكان العاديين. نعم، يعني حتى ما يحسوا هن حاله انه ليش مختلفين، نحن محملينهم زياده عن اللزوم انه مريض سكري لا خليك بالبيت. طبعا. طيب خلينا نحكي شوي، اذا مريض سكري اليوم بتعرفي يعني في فواكه صيف وفي قصص الصيف وقاعدين بالبيت بالحجر، يعني بتكتر الوجبات بتكتر التخبيصات، بيقولوا لك بناخذ حبه سكر ضبط السكر بيمشي الحال، وخاصه الكبار ما فيك كثير انك تفوتي بنقاشات معهم. خلينا نحكي عن هي القصه، عدم ضبط النظام الغذائي تاثيرها على المناعه، وخاصه بنعرف السكر كثير مضر وبيضعف المناعه. هلا مزبوط هالحكي انه مرضى السكري، هلا اذا بدنا نيجي على مرض السكري هو مرض التهابي، يعني هو بالاصل مريض السكري هو عنده مرض التهابي مزمن. تمام، وهذا الشيء بيسبب له انه عنده اضطرابات بالاصل، يعني بنكون لسه فيروس كورونا هو مريض عنده اضطرابات قلبيه، عنده اضطرابات استقلابيه، هذا كله بيجتمع وبيأثر على استجابته اذا تعرض لالتهاب مثلا جرثومي، لالتهاب فيروسي، اذا هو بالاصل له وضع صحي خاص. تمام، هلا طبعا مرضى السكري بهي بظل هي الجائحة هن المرضى لازم يكون تمام، يعني لازم يكون السكر عندهم مضبوط. المريض يلي سكره ما نو منضبط بشكل جيد، يلي ما نو مهتم بعلاجه بشكل جيد، بأخذ أدويته بشكل جيد، بنظامه الغذائي، هو أكيد مريض سكري معرض أكثر للإصابة بالفيروس بشكل أكثر بكثير من المريض يلي ضابط علاجه، ضابط حميته الغذائية، نظامه الغذائي. طبعا نحن عند مرضى السكري ما عاد بنقول انه في شيء اسمه حمية، نحن صرنا نقول انه نظام غذائي. هلا الشيء الوحيد يلي مريض السكري بده يتجنبه حتى مثل الناس الثانيين هو السكر الأبيض وكل شيء بيحتوي سكر أبيض، لأنه صحيح. هذا الشيء سيء لجسم يعني كل إنسان مو بس لمريض السكري، إذا لازم يتجنب السكريات الواردة من الكربوهيدرات الكتير، الحلويات، المربيات، لازم نتبع نظام غذائي أكثر صحي معتمد أكثر على الخضار، على الفواكه. تمام، فهن يعني مثلهم مثل كل، بالإضافة لهالشيء مريض السكري هو لازم ياخذ أدويته. طبعا ما في شيء اسمه أنه ممنوع وممنوع، صار بالعكس في شيء عن مريض سكري اسمه نظام غذائي، لازم ناكل 3 وجبات باليوم، وفطور وغدا وعشاء، وجبات قليلة طبعا، وجبات هاي الوجبات الرئيسية، بيناتها وجبات صغيرة هي عبارة عن الفواكه، ما في شيء ممنوع عنه، بس بده يلتزم بالحصص الغذائيه المحدده. يعني مثلا نحن كثير بنقول انه مثلا بيقول لي المريض انه يعني كيف بدي التزم، يعني مثلا لازم ناكل قطعه فواكه بين الفطور وبين الغداء، مو انه والله نحط صحن وناكل تفاحه وموزه وبرتقانايه وعنب. تمام، اذا هالشيء اللي بدنا ناكله بمره واحده خلينا نوزعه على مدى النهار، هذا حتى مرة. للناس يعني حتى للناس العاديين هذا نظام غذائي صحي اكثر. تمام دكتورة، يعني هلا كلنا عنا بحاله من الخوف، عم ناخذ كثير من الفيتامينز، الزنك، بلا يمكن لا استشاره طبيب ولا استشاره اي حدا، عم ناخذ كثير من الفيتامينز لحتى نحمي حالنا من وباء كورونا.
هل صحيح انه مريض السكري ياخذ الفيتامينز والزنك وفيتامين د وفيتامين سي والى اخره مثل الشخص اللي ما بيعاني من السكري؟ لا، هو طبعا مثل ما قلنا انه هو مرض التهابي مزمن. تمام. ارتفاع سكر الدم عنده بشكل مزمن وعلى مدى سنوات، وخاصه اذا مثل ما قلنا انه مريض ما انه مهتم بعلاجه، مره بياخذ دواء، مره بمل، مره ما عجبني ليش عم باخذ ادويه، تمام، تعرض حاله لارتفاع السكر. ارتفاع سكر الدم لما بيكون مرتفع عن الحد الطبيعي هو بيتحول لمواد بنسميها يعني مثل بصير بيتحول لمواد سامه، يعني ما يعني بنسميها نحن طبعا مركبات التسكر. هالمواد السكر اللي بيتحول لها الجسم شو بيعمل؟ شلون بده يتخلص من السكر المرتفع عنده؟ بيروح بيحوله بطرق ثانيه. هالطرق الثانيه اللي بيحل فيها السكر وبيخلص الجسم منها هي طرق سيئه عند مريض السكري. فالسكر بيتحول لمواد سامه بالجسم، هالمواد السامه هي اللي بتجي وبتعمل اذيه بالاوعيه، هي اللي بتخلي افراز السيتوكينات الضاره بالجسم، يلي نحن بنقول عاصفه سيتوكين، بس مريض السكري بالاصل عنده سيتوكينات ما انا منيحه. هالمواد السامه بتسبب زياده بالشده التاكسديه ضمن الخليه عنده. هذا الشيء شو بيأهب؟ بيأهب انه هو عنده استعداد اكثر للاذيات الوعائيه الصغيره، للتخسر، يعني انه تتكون جلطات صغيره، اذا هو من دون كورونا عنده هذا الشيء، فكيف اذا تعرض سكره ما هو مضبوط وتعرض للاصابه بالفيروس، اذا هو عم تتفاقم عنده هالحاله اكثر، يعني ما لازم ياخذ فيتامينات بشكل عشوائي. هلا المريض السكري معروف بسبب العلاج الدوائي وبسبب الحاله المرضيه عنده، وارتفاع سكر الدم هو اكثر فيتامين اللي بينقص عنده هو الفيتامين بي 12، وهذا اغلب المرضى مغطيين. هلا اذا بدنا نجي على قصه الزنك، طبعا الزنك مفيد لكل العالم، هو موجود بالبقوليات، بالفول، بالحمص، موجود بالبزر، بالمكسرات، يعني هذا اذا نحن كان مجدرة طبعا اذا كان صحن فول، اذا كان نظامنا الغذائي جيد، نحن بناخذ حاجتنا اللي هي 50 ميكروغرام باليوم من الزنك، يعني مو اكثر من هيك، النظام الغذائي الجيد بيعوض. هلا طبعا الفيتامين سي هو له مصادر، الفيتامين سي موجود حتى بالخضار، موجود بالبقدونس، بالفليفله، تمام. بس هلا بجوز مثلا انه بظل هالظروف انه ممكن انه نحن ندعم جهازنا المناعي بانه ناخذ شويه فوار فيتامين سي من 250 لنص غرام باليوم، مو مشكله، حتى 250 او لحتى 150 ملي غرام باليوم بتكفي لندعم جهازنا المناعي مع نظام غذائي جيد. بس انا بنصح مرضى السكري انه هن طبعا بالاضافه ل اساليب الوقايه اللي بتنصح فيها منظمه الصحه العالميه، انه النظافه الشخصيه، غسل الايدين، ارتداء الكمامه، التباعد الاجتماعي، بنصح انه هن لازم يعالجوا يكون سكرهم مضبوط، علاجهم جيد، واكيد هن ونظام غذائي جيد، اكيد هن نسبه اصابتهم مثلهم مثل الناس العاديين. يعني انا لاحظت حتى المرضى السكري يلي صار عندهم كورونا، طبعا شفنا كثير حالات بس اغلبهم كانوا مو متابعين علاجهم بشكل جيد، مو كانوا سكري مضبوط ومعتني بصحته وغذائه. لاحظنا فعلا حتى لما يعني بالبيت شخص بيقدر يهتم فيه وبيرجع بياخذ علاجه بشكل منتظم وبيهتم بيرجع بيهتم بصحته بيطيبوا. الحقيقه المرضى اللي منهم في امثله يعني طابوا، يعني طبعا كثير، فنحن ما فينا نشمل الكل. لا أبنا. ونخوفهم بهالقدر. طبعا هلا مريض السكري لما بيصير معه مرض ثاني نحن بنقول مثل الاصابه بالفيروس بصير بده يعني تعديل بالعلاج تبعه، يعني احنا في ادويه بنوقفها، مثل مثلا لما بصير في عنا اصابه فيروسيه انتانيه الميتفورال لازم نوقفه، تمام، هذا اللي بنسميه بيتعارض مع سكر الدم. لا لانه يعني هو السكر لا لانه السكر. كمان يعني ممكن انه يسبب له الام بطنيه اكثر، نقص بالفيتامين بي 12، فممكن بالفيتامين بي 12 فممكن نوقف الميتفورال. اذا لقينا انه المريض سكره ما عم نسيطر عليه وهو مصاب بمرض كورونا، فممكن هون نحن انه نلجا للعلاج خلال هالفتره بالانسولين حتى نمنع تطور الحماض الخلوني ونمنع انه يصير، يعني طبعا اغلب مرضى اللي بينصابوا بالكورونا نحن بنخاف على الكلاوي، فيفضل طبعا ايقاف انخفاضات السكر الفمويه اذا كان عندنا ارتفاع بكرياتينين الدم، وممكن انه نلجا خلال الفتره للعلاج بالانسولين تحت اشراف طبي وبالاتفاق مع الطبيب، حتى لو كان بيتعالج بالدواء بس طبعا ممكن هلا يعني نتحول على شوي جرعات خفيفه من الانسولين، نحن بنساعد بمنع تطور يعني انه تسوء حاله المريض، وبنساعد يعني مثل ما بيقولوا انه الاستدباب الحيوي لجسمه، يعني بيساعده على بدل الدواء بالنظام الغذائي، يعني اذا اعتمد نظام غذائي او حميه غذائيه صارمه وبدل الدواء اثناء اصابته بالكورونا بيمشي الحال ولا لازم يضل مثابر على الدواء؟ هلا اذا ما في عنا اذا كانت الاصابه خفيفه وما في عنا اي تغير بالوظائف الكلويه
ممكن المريض يستمر على علاجه الدوائي، بس انا بنصح دائما انه نوقف الميتفورال لبين ما نرجع لحالتنا الطبيعيه. ممكن نكمل ببقيه الادويه، طبعا لازم يكون دائما على اتصال، يعني تواصل مستمر بطبيبه. ومثل ما قلنا يعني ما في انه والله هلا انا بصراحه لاحظت المرضى اللي سائق وضعهم هن المرضى ما التزموا لا بالتوصيات اللي اعطاها الطبيب ولا التزموا بالتواصل المستمر، واعطاء يوميا لازم يكون في اعطاء لقيم السكر صباحيه على الريق وقبل العشاء لنعرف شو عم بيصير معه يوميا. هذا بده يكون هلا انا شفت انه فعلا في مرضى عنا مثلا واحد من اهلهم هو اهتم فيهم وكان نتائج يعني جيده جدا جدا الحمد يعني لله. قدروا يتجاوزوا المرحله، مرضى سكري وكبار بالعمر تعبانين بالسبعين سنه. بس الحقيقه الحالات القليله اللي شفناها واللي هي يعني توفوا الله يرحمه، لاحظت انه هن المرضى ما كان يعني ما كان في تعاون. نعم نعم. يعني دكتورة بدنا نتمنى الصحة والعافية لكل الأشخاص. بالختام بتحبي توجهي نصائح أخيرة لكل المرضى، وأهم شيء أنك فقلتينا أنه في حالات مرضى سكري أصيبت بالكورونا وانشفت، يعني هي يمكن أهم أو بطور الشفاء حتى هلأ بطور الشفاء شوفي وفي منهم بطور الشفاء تماما. بس حبيت تقدمي نصائح اخيره لكل هلا النصائح يعني اول شيء انه نحن كمريض سكري لازم نلتزم بعلاجنا الدوائي، ما بصير اني انا يوم اخذ دواء ويوم ما اخذ دواء. تمام. نظام الغذائي، انا ضد الحميه الصارمه، النظام الغذائي هو مريض مثله شخص مثله مثل غيره حقه ياكل، بس نتجنب مثل ما قلنا السكر الابيض والاشياء اللي بترفع السكر. الشغله الثانيه انه نلتزم بتوصيات منظمه الصحه، مو انا يعني ولو اذا سكري منضبط ومستويات سكر الدم عندي طبيعيه، روح انا اقعد مع مرضى مصابين او ما حد كمامه او قرب على وخالط الناس بشكل سيء. اي شيء بيصير لازم يتواصل مع طبيبه، ما لازم نترك الامور من البدايه، ما لازم نترك الامور تتدهور للمراحل الصعبه يلي بيصير بقى بدها علاج يعني اطول وعلاج مكثف اكثر ومرهق للاهل. دائما لما اهم نصيحه انه لما بيصير في اصابه مريض سكري وحتى هي للناس العاديين ما صار معه اصابه بكورونا، لازم شخص واحد هو اللي يهتم فيه بالعائله. نعم. وبيكونوا قادرين، يعني انا لاحظت عندهم قدره حتى لو ما كان طبيب او بينتمي للكادر الطبي. نعم. يعني نحن بنتشكرك، نتمنى الشفاء للجميع يعني اكيد بنتمنى الصحه والشفاء للجميع. مثل ما قلتي يمكن مرض السكري صار مرض يعني عم يعيشوا معه مثل الاشخاص تماما. الطبيعيين ما عاد هذا المرض اللي بيخوف، لكن ضمن اجراءات وتوصيات الاطباء حصرا اذا صار في اي عارض. نتمنى الشفاء والسلامه للكل، نتمنى لك الصحه كمان دكتوره. شكرا لوجودك معنا. شكرا الله يعطيكم العافيه.